مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقع للثلاثة أيام القادمة. طقس شديد الحرارة في معظم أجزاء المملكة، غبار محلي في المناطق الشمالية والغربية من المملكة، هناك زخات رعدية في المناطق الجنوبية وخاصة الجنوبية الغربية. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون خلال الأيام القليلة القادمة تحت تأثير كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة، تؤدي إلى أن تكون الأجواء حارة في معظم أجزاء المملكة وشديدة الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية والغربية أيضا من المملكة. الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، هذه الليلة أجواء حارة نسبيا في الرياض مع ظهور بعض السحب العالية. الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 29 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في النهار ولكنها حارة نسبيا في الليل. الحرارة العظمى يوم الأحد 40 والصغرى 30 درجة مئوية، الاثنين 41 والصغرى المتوقعة 31 درجة مئوية. كذلك يوم الثلاثاء العظمى المتوقعة في الرياض 41 والصغرى المتوقعة 30 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق المختلفة، طبعا الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة. سكاكا 40-28، تبوك 38-25، عرعر 39 إلى 25 درجة مئوية. المناطق الغربية أجواء حارة بامتياز إلى شديدة الحرارة، المدينة المنورة 42 إلى 30، مكة المكرمة 45 إلى 31، جدة 38 إلى 29، والطائف 33 إلى 25 درجة مئوية. أما المناطق الجنوبية الغربية أجواء حارة نسبيا وغائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر خاصة في فترات ما بعد الظهر والمساء. الباحة 27-21، أبها 31-19، جازان 36 إلى 31 درجة مئوية. أما المناطق الشرقية أجواء حارة، الدمام 39-31، حفر الباطن 41-29، الإحساء 42-29 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة، حائل 38-25، بريدة 40-29، والرياض 40 إلى 30 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله.